العنصرية مع الدكتور رائد عبد الرحيم مدير معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها في جامعة النجاح الوطنية. وسعدت صباحا دكتور رائد. صباح الخير لكم جميعا ولكل المستمعين الكرام. أهلا وسهلا بك، أهلا ونتمنى فيك. لكم نجاحا إن شاء الله مشرقا في هذه الجامعة العريقة، بالإضافة أيضا إلى ضرورة أن نغلب طابع التعاطف والاحترام لكل الضيوف الذين من الطلاب بالتأكيد لمختلف الجامعات. لكن ماذا عن الطلبة الآسيويين والتعامل معهم، خاصة أننا نتحدث عن بيئة جامعية وفي ظل الفترة الأخيرة التي نتحدث ونقرن بها فيروس كورونا بالدول الآسيوية؟ يعني حدثنا أكثر عن ملامح هذا التعامل لديكم. شكرا جزيلا على هذا اللقاء وعلى طرح هذا الموضوع المهم حقيقة، وطرح هذا الموضوع هو في وقته تماما، يعني وأنكم أتحتم لنا الحديث عن هذا الموضوع المهم. أهلا بك. حقيقة يعني أهلا بك، شكرا. حقيقة يعني الموضوع بدأ حتى قبل الإعلان عن مجيء الوفد الكوري إلى فلسطين. يعني كان بعض الطلاب الذين حضروا من مناطق آسيوية كانوا يعانون يوميا من هذا التنمر من الشارع الفلسطيني للأسف. يعني هي كانت مفاجأة لي ومفاجأة للجميع، لأننا منذ يعني 10 سنوات نحن أسسنا المعهد في جامعة النجاح ولم يتعرض أحد لما تعرض له هذه الفترة. الوضع حقيقة تفاقم بين الناس بعد الإعلان عن مجيء الوفد الكوري وما سرى في وسائل الإعلام بصورة جنونية ومذهلة، يعني حتى فاجأتني وفاجأت الكثيرين. يعني الناس عانوا نفسيا واجتماعيا، هذا صحيح، ولكن كان هناك خلط. الخلط بين أولا بين ما ينبغي أن يقوم به الناس وبين ما كان ينبغي عليهم حقيقة أن يقوموا به. ردة الفعل النفسية يعني ربما كانت كبيرة بينهم. أولا يعني نحن تعرضنا لكثير من الإشاعات، صور مفبركة من الناس، يعني حجم الصور المفبركة كان مذهلا جدا. يعني كل آسيوي في فلسطين وربما خارج فلسطين كانوا يقولون هذا هو الوفد الكوري. وربما أنا في ليلة واحدة وصلتني أكثر من 10 صور مختلفة تريد مني أن أفند هل هؤلاء الذين عندنا أم لا، هل هم أم لا. وحقيقة وكل الصور في النهاية خرجت ليست للوفد الكوري الذي كان في فلسطين، لأني تواصلت مع الطلاب الكوريين حرصا على يعني سلامة أبنائنا وجامعتنا ومؤسساتنا، وسألتهم هل يعني احتككتم بالوفد الكوري؟ قال لا نعرف هذا الوفد من قريب أو بعيد. وأيضا الصور الموجودة في وسائل الإعلام هي غير حقيقية، لأن الوفد الكوري الذي جاء هو وفد يعني كبار في السن، صحيح، ولم يكونوا شبابا يعني مثل ما شاع في وسائل الإعلام. لكن مع ذلك الناس أصروا على جلد هؤلاء وأصروا على جلد مؤسساتنا واتهامها. وأيضا للأسف الشديد أقولها يعني صراحة وعلى الهواء، بعض المؤسسات الإعلامية وقعت في هذا الخطأ، وتواصلنا معها وقلنا لهم من أين لكم المعلومات، وقالوا أخذناها من مراسلين أو من هنا وهنا. قلت لهم يعني لماذا لا تتكلمون مع المسؤولين مباشرة ليعطوكم المعلومات الصافية؟ أنتم تقتلون بذلك وطنا وتقتلون مؤسسات، صحيح، وتشعرون الخوف بين الناس. فلذلك بعضهم يعني اعتذر وفعلا صحح المعلومات. طب يعني دكتور عفوا على المقاطعة، ولكن هنا إذا أردنا أن نتحدث وخاصة أنك في تعامل مباشر مع هؤلاء الطلاب الوافدين والضيوف الآسيويين من الطلاب في فلسطين الذين يتعلمون في جامعة النجاح الوطنية، يعني بصراحة كيف تبدو الحالة النفسية والتفكير في ظل هذا التعامل من البعض الذي لربما يبرر البعض تعامل خوفا على الصحة والبعض الآخر؟ أنت ذكرت أن في البداية هذا التنمر وهذه العنصرية هي ما قبل الإعلان عن كورونا، لكن في ظل خوفهم على أهلهم، لكن ما قبل الإعلان عن كورونا خوفا من كورونا. نعم يعني ليس من طبيعة الإنسان الفلسطيني أن يفعل هذا، وهذه بالتأكيد كانت المفاجأة. يعني صحيح يعني نحن في المعهد اعتدنا أن يكون هناك شركاء اللغويين، شركاء لغويين مع الطلاب، وهؤلاء الشركاء يعاونونهم ويذهبون لزيارتهم. وكان أكثر انطباع
أخذه الإنسان الغربي أو الأجنبي عموما عن الإنسان الفلسطيني كرمه وحسن الضيافة. صحيح. ولكن حقيقة الأزمة كانت مفاجئة لهم ولنا كثيرا، وسقطت على رؤوسنا مثل الشهب كما يعني يقال، يعني الطلاب أولا تعرضوا لعمليات شتم وسخرية كثيرة. والناس كانوا في الشوارع يلاحقونهم يعني على وينادونهم كورونا كورونا ويهربون منهم، ويعني ربما بلغ الأمر الاعتداء عليهم وضربهم، وقد رأيتم في وسائل الإعلام هذا الأمر، وبلغ الأمر أيضا منعهم من دخول الأماكن العامة، ولهذا يعني وسمعنا شتائمهم بأم يعني بآذاننا، وبعضهم تعرض للتصوير من أجل نشر إشاعاته دون إذنه. يعني هذه الأمور انعكست سلبا على نفسية الإنسان الغربي أولا وخاصة الأسيوي. وأيضا هناك شيء مهم، أن الناس خلطوا ما بين آسيا وآسيا ولم يفرقوا بين كوري وياباني وفلبيني وإلى آخره، كلهم وضعوهم في الميزان سواء. حتى الصور التي انتشرت في وسائل الإعلام يعني ربما نحن لا نميز بين الأشكال، ولكن صحيح. يعني لمن يعرف طبيعة هذه الدول يعرف أن هذه الصور غير تلك لهذه الشعوب. طب أيضا ربما هنا نتحدث، طالما أنك تتحدث عن النفسية، يعني الشيء اللي كان بصراحة ممكن الذي زاد الطين بلة ليس فقط مجرد ثقل الشعور لهؤلاء الطلاب بسبب وسمهم ونعتهم بكورونا أو ألفاظ التنمر والعنصرية من قبل البعض، ولكن أيضا خوفهم على أهاليهم، فهم طلاب بشر بعيدين عن أهلهم، متخوفين من أن يصاب الأهل بهذا الفيروس. كان لابد أن نكون جميعا داعمين لهم، مؤازرين لهم في هذه المحنة التي يمر بها العالم أجمع، ومن ضمنهم أهاليهم. يعني اسمحي لي أتحدث عن هذه النقطة، لأنني يعني حاولت أن أنتقل من نقطة إلى نقطة. نعم. يعني أولا ضيوفنا عانوا الكثير، وكان يجب علينا أن نكون اليد الحانية على هؤلاء. وفعلا يعني إذا سلطنا الكاميرا على جانب آخر، كانت هناك كثير من وجوه الخير التي أعانت هؤلاء وقدمت لهم يد العون. هؤلاء حقيقة، شكرا، هؤلاء حقيقة يعني وصل بهم الأمر أنهم كتبوا على صفحات وسائل التواصل عن أن الشعب تفاجؤ من حجم العنصرية التي رأوها. أنا حينما قرأت عن البعض عن ما كتبوا، فعلا يعني كانت هذه حرقة في نفسي، لأن هؤلاء الذين جاءوا إلى وطننا أنا أعرف لماذا جاءوا. كثير منهم تخلوا عن أماكن كثيرة في العالم وجاءوا للدراسة هنا من أجل أن يكونوا سفراء لفلسطين ومن أجل حب فلسطين. وحتى إن بعضهم رغم المعاناة التي عاناها، قرأت على صفحته يقول أحبك يا فلسطين رغم ما تعرض له من أمور. الآن نحن ماذا يعني ماذا فعلنا؟ أول حاجة، إحنا على مستوى الجامعة نتكلم عن مؤسستي، قمنا بتوعية إعلامية للرد على هذا التشويه ورد على بعض وكالات الإعلام وغير ذلك. وفعلا يعني حاولنا أن ننجح في نجاحا ما في هذه الأمور، وغيرنا الصورة على الأقل على المستوى القريب منا. إدارة الجامعة جاءت وتصورت معهم وتجولت معهم في الجامعة، قمنا لهم بعض الحفلات من أجل أن يشعروا أنهم بين أهلهم. أحضرنا لهم طلابا عربا ليكونوا معهم ويخففوا عنهم كل ذلك، وما زلنا نتابعهم ونتابع كل ونسألهم عما يعني يحدث. حتى الآن بدأوا يتفهمون أن الأمر الذي يحدث في هو ليس في فلسطين وحدها، وإنما هو على مستوى العالم بل على مستوى المنطقة. وترون كل يوم تتسرب فيديوهات كثيرة عن هذا الموضوع في لبنان وفي الأردن وغيرها من الأماكن التي يوجد فيها آسيويين. ولكن يعني ندائي أو نصيحتي لشعبنا حتى للشعب العربي بعامة، كل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. صحيح، كل الاحترام، ولكن أيضا في هذا الصدد يعني دكتور رائد،
ألم تتعرض أنت بذاتك إلى تحذيرات ربما، يعني انتبه على نفسك دكتور، يعني لا تخالط أو لا تقم بملامسة هؤلاء الطلاب، يعني من باب أن البعض متخوف عليك بصراحة، هل أنت ذاتك أيضا تعرضت لهذا النوع من الملاحظات؟ أنا لم أتكلم عن ذاتي، ولكن هذا سؤال مهم جدا. أنا تعرضت إلى ضغط نفسي يعلم به الله، يعني 3 ليالي ربما لم أذق طعم النوم على الحقيقة من كثرة الاتصالات والكلام، وهل عندكم وليس عندكم، وسائل الإعلام وماذا ينبغي أن أعمل. يعني لم يكن همي في حقيقة ذاتي، يعني أنا أعرف أن الطلاب هؤلاء عندنا منذ أشهر، وأن بلادهم تعرضت لما تعرضت إليه بعد أن خرجوا منها، ونحن نخالطهم منذ وقت، بل أنا منذ سنوات أكثر، يعني من 22 سنة وأنا أتعامل مع الجنسيات مختلفة، وفي هذه الظروف أيضا تعاملت معهم، لم أكن يعني على خوف أبدا من قضاء الله وقدره، ولذلك كان همي الشغل الشاغل عندي أن أدافع عنهم بصراحة، أن أدافع عنهم وأن أدافع عن مؤسستي التي تحتضنهم وعن بلدي وعن قضيتي، لأني أعرف حجم ما يعاني هؤلاء والصورة السلبية التي يمكن أن تنقل عن فلسطين وأهل فلسطين إذا ما استمرنا في هذه الحالة. فلسطين تحتاج منا إلى دعم، إلى وقفة جادة، وهؤلاء تحولوا جاءوا إلى فلسطين وكانوا رسل السلام. معهدنا في جامعة النجاح لم يؤسس لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها فقط، وإنما من أجل أن يأتي هؤلاء ويتعرفوا عن قرب على الشعب الفلسطيني وعلى قضيته، وأن يكونوا معنا في الخارج. ولهذا حكايات كثيرة كيف كانوا معنا في الخارج في دعم قضيتنا. فلذلك وأيضا أمر آخر يعني أقوله، هل الحفاظ على الحياة يكون بقتل الإنسان؟ أنا أقولها على الهواء مباشرة. نحن قتلنا هؤلاء نفسيا. هل الحفاظ على حياتنا لكن بقتلهم دون دليل؟ لكن دون دليل. بوجود هذا النفس الطيب منك دكتور رائد، وأيضا من بقية الزملاء ومن الأهل الكرام وأهالي الخير الرائعين الذين بادروا بالكثير من المبادرات الإيجابية الجميلة من أجل رفع معنويات هؤلاء الطلاب، الضيوف الكرام الرائعين والوقوف إلى جانبهم ومؤازرتهم في ظل هذه الظروف التي وقعت على العالم أجمع وليس فقط على الشعب الآسيوي، وإنما جميعا نحن بشر ونقع دائما وأبدا تحت ذات الظروف، ولكن لابد وأن نكون إلى جانب بعضنا البعض إنسانيا أخلاقيا على اختلاف بالتأكيد الأعراق والجنسيات والأديان. إجمالا أنت خير سفير دكتور رائد. يعني أيضا يعني أنا إذا كان أتيح لنا المجال يعني في دقيقة واحدة، نعم معي طالب من اليابان، نعم يعني إذا أحببتم أن تستمعوا إليه على الهواء مباشرة، يعني يصف ماذا تعرض له، وبالمناسبة هو نصفه فلسطيني يعني ويتكلم العامية، ومع ذلك يعني تعرض إلى إساءات يمكن أن يتحدث عنها مباشرة. أهلا وسهلا. من أجل فقط يعني أن يتعرف الناس إلى حجم الظلم الذي يمكن أن يقع على غيرهم بقصد أو دون قصد. نعم بالتأكيد. تعرفنا على اسمه دكتور رائد؟ نعم هو اسمه فارس. فارس يعني والده عربي في الأصل وأمه يابانية. نعم. وجاء إلى فلسطين من أجل أن يعزز ثقافة الفلسطينية وأن يدرس اللغة العربية أيضا ويكون على تواصل مع مجتمعه. نعم. ومع ذلك لم يتركوه بحال. نعم. يعني إذا أحببتم أنا بالتأكيد لكم. نحن تفضلي. كلنا آذان صاغية. إذن مباشرة ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي انتقالا من الدكتور رائد عبد الرحيم في جامعة النجاح الوطنية إلى أحد الطلاب الذين يتعلمون اللغة العربية في معهد جامعة النجاح الوطنية. فارس صباح الخير. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا، كيفك فارس؟ الحمد لله تمام. يعني بتحكي بالعامية كويس تمام؟ طيب فارس، أنت نص فلسطيني ونص ياباني، يعني الوالد فلسطيني والأم يابانية، الأهل بالبداية موجودين في فلسطين ولا في اليابان؟ هم ساكنين في اليابان حاليا. حاليا في اليابان. طب فارس، أول شيء بنتمنى لهم دائما أبدا السلامة، وبنتمنى لإلك كمان السلامة، بس احكي لنا عن تجربتك كطالب ياباني. بتحمل الملامح الياباني، الشكل الياباني، يعني بتشبه الوالدة ولا الوالد ولا نص نص؟ أنا بشبه أمي.
تشبه أمك. طيب يعني من خلال هذا الشبه، وإحنا بنعرف أن الملامح الآسيوية تقريبا مختلفة شوي عن الملامح الشرقية الموجودة عندنا، كيف مريت في هذه المرحلة وفي هذه التجربة خاصة في ظل الحديث عن كورونا المنتشر عالميا؟ أولا قبل ما ينتشر الفيروس كورونا الناس كانوا لطيفين، وحتى لما ينادونا بيحكوا صيني ونيهاو بس ما بيزعجونا كتير يعني. بس بيش من شهر 2 لما بلش ينتشر كورونا الناس بلشوا يتعامل معنا كأننا مش إنسان، بينادونا كورونا كورونا وإحنا بنروح عندهم وبنحكي إن مش فيروس كورونا ومش حاملين، احنا قاعدين هون من زمان. بس هم دايما بيحكوا لنا احنا خايفين منكم من كل ال... طيب يعني فارس هم بيعبروا عن انه احنا خايفين من الاسيويين لانه بتسبب تخوفهم اذا كانوا عندهم فيروس كورونا، لكن انت كيف شو بتجاوبهم شو بترد عليهم؟ احنا برضو خايفين من فيروس كورونا يعني كل الحدا راح ينتشر هاي الكورونا في شو. طب فارس احنا بنعرف انه شوي يعني النطق باللغه العربيه مش سهل، لهيك فارس اليوم يا جماعه الخير بنحب نذكر المستمعين والمستمعات وكافه المشاهدين انه فارس نصف ياباني نصف فلسطيني، هو موجود في فلسطين لحتى يتعلم اللغه العربيه بشكل صحيح ولحتى يكون متواصل ما بين فلسطين ارضه وبلده وما بين ايضا ارضه وبلده اليابان. فارس احنا بنقدر الظروف النفسيه اللي بتمروا فيها الصعبه بالتاكيد، لكن طمنا عن الأهل، الأهل كويسين وبخير؟ والله الحمد لله بخير. الحمد لله. بتتواصل معهم؟ يعني احنا بنعرف البعد شوي بيعطي يعني قلق اكثر لانه بيكون في خوف بسبب وصول هذا الفيروس لاماكن عدد كبير، فكيف بتطمن على الأهل؟ والله هناك وصل كثير فيروس وفي كثير من الحالة وأبوي وعائلتي كل عائلتي بيخافوا برضو، بس حتى هم اليابانيين بلشوا يشتري كل الكمامات وينباح كل الكمامات وزاد الخوف من هذا، يعني هم كتروا الحكي وموضوع. نعم. طب فارس احنا كلنا ضد اي حاله من حالات التنمر او العنصريه اللي تمارس ضد ضيوفنا وابنائنا من اليابان من الصين من كوريا من مختلف الدول الاسيويه، لهيك احنا دائما بنطلع على النموذج الايجابي الرائع بالتاكيد اللي كان رافض كليا للموقف اللي تعرضوا له الضيفتين من اليابان في رام الله، لهيك الدكتور ليلى غنام محافظ محافظه رام الله قامت ب تكريم الفتاتين اليابانيتين وطبعا تقديم الاعتذار من كافة أبناء الشعب الفلسطيني للفتاتين اليابانيتين، وإحنا بنتمنى لكم السلامة كل السلامة وبنتمنى أنه إحنا نكون داعمين لكم واقفين حدكم في ظل هذه الأزمة اللي بمر فيها العالم أجمع، ولا كورونا ولا غير كورونا راح يخلينا نبعد عن أخلاقنا وعن ديننا وعن إنسانيتنا في التعامل مع مختلف الضيوف. التعاطف والاحترام لكل الضيوف الآسيويين أو الطلاب المتواجدين في فلسطين بدلا من التنمر والعنصرية. فارس نصف فلسطيني نصف ياباني، شكرا جزيلا لك يا فارس، نتمنى لك نهار سعيد، وشكرا أيضا للدكتور رائد عبد الرحيم مدير معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها في جامعة النجاح الوطنية، أشكركما جزيل الشكر على هذه المداخلة وعلى هذا الوقت الثمين لأنهم الآن في محاضرة، وشكرا جزيلا لكم على إتاحة الوقت والمجال للحديث مع حضراتكم. نواصل